السلام عليكم. اليوم نروح لولاية مسيلة وبالضبط إلى مدينة سيدي عيسى لنقف على مدى تقدم الأشغال بمشروع المستشفى الجامعي إذن لولاية مسيلة واللي يقع كما قلنا في مدينة سيدي عيسى، واللي يتربع هذا المستشفى على 240 سرير، واللي على بالنا كذلك أنه سوف يستحدث في جامعة مسيلة أو كلية للطب لتجعل من هذا المستشفى يكون مستشفى جامعي. إذن نشوف بلي أنه عملية تاع التغليف الخارجي بدأت، واللي العلم أنه هذا المستشفى عنده مدة 18 شهر من اللي بدأت الأشغال وراح يتقرب للنهاية، يعني وتيرة جد متسارعة جد جيدة ماذا بين كل مشاريع الجزائر تمشي بهذه الوتيرة. نترككم تتابعون نهاية الفيديو، والسلام عليكم.